فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة نور الوجود في عيوني في عيوني فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة ينير دربي وكياني. يا نفسي توبي بسم الله وكفى والصلاة والسلام على حبيب الله المصطفى. أحبتنا في الله متتبعي برنامج فقه الحياة، مرحبا بكم مرة أخرى. تعرفوا الكل أنه أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وتعرفوا كذلك أنه من بات كالا من عمل يده بات مغفور له. كاميرا المتوسط هبطت للشارع باش تحكي في الموضوع هذا اللي يظهر لي عرفتوه. هاي نخليكم مع الفيديو المصور هذايا، فمشاهدة طيبة. ما يخلص عرق الناس هم شنو يسمع هو نورمال مو قبل ما يكمل يعطيها اجرته كل سنه كاش يخلص ثم يخلص يحب يخلص حق الناس خاف ربي يخلص حق الناس وسوف يخلص ربي ينقصهم جمعات هي يعني كي الانسان يخدم على الاساس ما يخلصه في عرقه فهمت ياخذ شي تعب يعني مشاكل في الخدمه لازم ياخذ حق الانسان خدمنا مع برشا عباد الحق وخلصونا في عرقه الحمد لله الحمد لله اهي خلص من اللي يخدم معاي خلصك هذاك عرق خلي يخلصك كل واحد تخدم بضمير مضاحت تخلص يخلصك مالش فدينا معناها يلزم نخلصوا العباد حتى ما يستخلص من بعضها اللي ما يخلصش اللي ما يخلصش ربي يعاقب الانسان كل اللي راه اي طرف قدامي نحسبه انا الاحترام ليه التقدير ليه يلزم نحترمه على خاطر احترام هو احترام نفسي نخدم خدمتي على قاعدة ونلقى خدمتي ونمشي اليوم تاعي في الحال اي انسان تخدم معك ولا تخدم مع واحد العرق قبل كل شيء وتخلصه اي ثم ماشي بارك لي ربي في خدمتك انا ثم اللي يخلص وثم اللي ما يخلصش العمل هو عباده فهمني ويقول معناها الناس قبل يقول لك ادي الاجير واجره قبل ان يجف عرق تخدم في الحديده من الصغير من اليوم 16 سنه فهمت ولا خير من اللي مد يدي للعباد الناس فرض عليه انه باش واكل روحه الساعه فهمني اذا كان هو قادر باش واكل روحه وما ويمشي لبوه ولا اول حاجه ولا باش يمشي لجاره ولا باش يطلب ولا كذا هي العمل عباده فهدو جهاد لسبيل الله زاده كل شيء انه الرسول صلى الله عليه وسلم فهمتني بشر العامل وحط البخيل في النار ربي سبحانه وتعالى كي انسان ياكل انسان ما يخلصش ربي حاسس لا ما يسامحوش ربي تعالى ما يعملش توبه له حتى يخلص يخلص ساعه ياكل حرق العباد ويخلص لا مستحيل هذا الدنيا هي هي والوقت هو ما احنا هو اللي خرجنا على السكه دي رايتها مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد في برنامج فقه الحياة. موضوع متاع الحلقة متاع اليوم هو العمل في الإسلام وحقوق الناس، ورحب بفضيلة الشيخ الأستاذ عبد الفتاح مورو. مرحبا بك شيخنا، نورتنا وشرفتنا في قناة المتوسط. أهلا وسهلا، الشرف لي سيدي الشيخ عبد الفتاح مورو. مرحبا بك. جمهور العزيز مرحبا بكم. ندخل مباشرة في صلب الموضوع فضيلة الشيخ، العمل الجهاد كما قال المواطن هذا في الفيتيار هو فما مقطع في القرآن ليس فيه تركيز على العمل. احنا عندنا ثنائي قام عليه الإسلام وهو الإيمان والعمل الصالح،
والإسلام قال لنا الإيمان لا قيمة له بدون عمل صالح، والعمل الصالح هو كل عمل فيه استجابة لحق الله تعالى أو لحق الناس، حق الغير. لأن المنظر اللي جابيه الإسلام عن الدين هو منظر مغاير الأديان التي رأت فصل الحياة عن العقائد والعبادات. رينا مرحلة من مراحل التاريخ انفصلت فيه حياة الناس عن عقائدهم وعن تدينهم، وأصبح التدين شكل من أشكال التعامل مع ربي فقط. الإسلام جاء باش يصح هذا المسار وباش يحقق، وأن مفهوم التدين هو مفهوم واسع. مفهوم التدين هو عقيدة، هو عبادة بالمفهوم الأخص، وهو عمل قائم على أساس الاستجابة لأمر الله تعالى، فيه قيام بحق الله في الدنيا وحق البشر في الدنيا. ولذلك ما يتسألش المسلم سؤال هل أن العمل هو قيمة دينية ولا لا. العمل هو قيمة من قيم الأساسية للتدين في الإسلام، والذي يفصل العمل عن التدين ويفصل العمل عن الواقع هو إنسان لا يدرك مرامي الإسلام. الإسلام ما جاش باش يكون دير، الإسلام جاء باش يجعل الكون خاضعا لإرادة الله تعالى. اللي تقصد فيه فضيلة الشيخ هو مش العمل بالمفهوم العمل الصالح والخيرات، إنما تقصد العمل اللي هو العمل في الحضائر والعمل في المكاتب الهندسة وفي الطب. هو أخص خصائص العمل ما فيه قيام الإنسان بأودي نفسه وأودي أهله وزوجه، هو تحقيق الاكتفاء للنفس والاكتفاء للأسرة. هذا واجب ديني شرعي، الذي لا يقوم به هو محروم من رضا الله تعالى. العمل مفهومه الإنجازي في الكون في الدنيا هو واجب ديني شرعي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأن قال لنا إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الكد على العيال. فما ذنوب لا يمحيها لك إلا صلاة ولا صيام ولا عبادة. زيد فهمين هذه يا شيخ. إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الكد على العيال، يعني اللي يتعب ويعرق على عائلته باش يوفر الروح والمرته وليداته، يوفر لهم الحياة السعيدة، يقدم ما من شأنه أن يمحو عنه ذنوبا لا تمحى إلا بهذا الصنف من العمل، وهو ما يفرض على كل إنسان أن يكون كادا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مرة في المسجد يلقى واحد ديما يصلي، يفاول الناس من الصلاة يلقاه ديما يصلي، فسأل قال من يقوم بأوده؟ قال أخوه خير منه، رغم أنه هو عابد رغم كونه عابد. هو العمل عبادة نفسه. سيد عمر تكرنت المسألة، فما واحد راه حمامة المسجد وأنا كل قاعد في الجامع، في الآخر سأل الصحابة قال من يقوم بأودي هذا؟ شكون يقوم بشؤونه؟ شكون يأكل فيه وشرب فيه؟ قالوا كلنا يا أمير المؤمنين. قال كلكم خير منه. قيمة العمل في الإسلام. ولذلك احنا تو في العبادات، عندنا أوقات العبادة فيها ممنوعة. كيف ايش مثلا؟ طبعا اللي يصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها هذا ممنوع، واضح. وعندنا أوقات تكره فيها الصلاة كالصلاة بعد العصر. ليش؟ لأن الإسلام طلب منا باش وقتنا نقسموه، ونقسموه إلى عبادة، نقسموه إلى طلب علم، نقسموه إلى ذكر، نقسموه إلى اشتغال بالزوجة، اشتغال بالأبناء، تحصيل القوت. القضية هي التوازن في تقسيم وقتنا. نعم. ما عندناش في الإسلام تدين يستغرق حياة الإنسان كلها بمفهوم العبادة. الذي يستغرق حياة الإنسان كلها المؤمن، الذي يستغرق حياته هو مرضاة الله تعالى. نعم. ومرضاة الله تتعلق بأن لا تكون عبئا على غيرك. الصحابة وقت اللي انتقلوا من مكة إلى المدينة المنورة، عبد الرحمن بن عوف وقت اللي دخل وهو من أغنياء المسلمين، خلى الثروة متاعه في الديوان، نحاولوا في لساته خرجوا ملط، دخل إلى المدينة المنورة قليل فقير، قالوا نقسموا معاك الرزق. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أخذوا رزقه كله، وقف قدام الرسول قالوا يا رسول الله، قالوا مش يا أخيك فلان، أي مو في المدينة، قالوا له نعطوك جزء من الرزق. لا، قالوا هاو خوك. قالوا خوك عاني نتقاسم أنا وياك مالي. قالوا دلني على السوق، وريني السوق. ولا من الأثرياء سيدنا عبد الرحمن بن عوف فيما بعد، هي بعد وقت اللي جاء غاب 6 أشهر. أيه. الرسول ما قاهش، غاب 6 أشهر، بعد راه نهار من نهارات وعليه اثار الزينه. قالوا شنو زواج؟ قال نعم تزوجت. خرج ومشى فتح روحه مشروع
وخدم على نفسه وما كانش عبء على الأمة. والمهر كان نواة من ذهب تقريبا على ما أعلم، والله أعلم. أي يعني الشاهد أنا حبيت نقوله وأن الإسلام اجعل من كياننا احنا خفاف روح خفاف ظل، ما فماش مثل مثقيل على المجتمع، ما فماش واحد يمد يده يقول أعطيني، يلزم كل واحد يخدم، يلزم كل واحد يطلب الرزق. العمل هو قيمة أساسية في الدين. طيب ليه عنده سند شرعي يا فضيلة الشيخ اللي اليد العليا خير من اليد السفلى؟ وعنده علاقة بالعمل؟ قال لنا واليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير، يعني اللي يعطي خير من اللي يقبض. وقال لنا الذي يقف يوم القيامة وهو يسأل الناس إلحافا، يقف وليس في وجهه لحم لطف، يعني ما عندوش باش يقابل ربي لطف، يعني قدره طايح. احنا الإسلام علمنا بأن نكسب رزقنا قوتنا، ولذلك تلقى في تاريخنا احنا كنا منتجين للثروة. لما كانت تنتج الثروة الناس اللي عاشت في في الصحراء القاحلة أصبحوا من أكابر رؤوس الأموال. ليش؟ لأنهم أنتجوا الثورة، لأن الثروة، لأنهم كونوا المال، لأنهم ما كانوش عبء على غيرهم. ولعل من أخلاق التخلف التي نعيشها منذ قرون هذا التباعد عن القيام بمسؤولياتنا في إنجاز واقع جديد نبنيه. لو عنده إحساس علاقة بالإحساس بالمسؤولية فضيلة الشيخ، هو إحساسنا بمفهوم خلافة ربي فوق الأرض، لأن حط لي ربي قالني جاعله في الأرض خليفة، نعم، وقارني هديت لكم الكون هذا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاح الكون يقتضي البناء والتشييد وعمارته وزراعته وعدم تخريبه وعدم إدخال ما يفسد التناغم الموجود فيه، نعم، يوقع فيه اختلال. أساس ذلك كله العمل، ولذلك إحنا بالنسبة لنا اللي يغرس شجرة تسبح حتى يوم القيامة وهي تدعو له، اللي يربي حيوان حتى لين يموت وهو يدعو له عنده ثواب عند ربي، اللي يحصل لقمة وليداته ومرته عنده ثواب، كل من يقوم بواجبه حيال غيره هو عنده ثواب. المعنى هذا معنى فسيح موجود في الإسلام. أنا أثر في مرة قول النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته وصلحني إذا موش حديث، أن إذا كان بيدي أحدكم فسيلة وقامت الساعة فليغرس. طيب القيام باش تقوم وأنا باش نزرع فسيلة بتاع النخلة باش تطلع بعد قديش من عام، ربما يكون فيه كذلك تأكيد على معنى وجوب العمل والبذل وتأكيد على الإيجابية، نعم، مش على السلبية. يعني نحن مكلفون بمهمة التعمير حتى ولو نعلم أن لن نأكل من ثمرة ما نغرسه. مش مكلفين بالنفس، ولو فما واحد يأكل من ثمرة ما يغرسه، ما احنا نغرسه ما نأكلوش من ثمرة ما غرسنا. كما الرسول صلى الله عليه وسلم بناء دولة وبناء أمة وما كلاش من ثمرتها، يخرسوا الوقت اللي خرج من الدنيا تمتع، اللي تمتع الأمويين والعباسيين هارون الرشيد تمتع بأثار البنية اللي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه فما عنصران أساسيان ينبغي أن نتذكر وأنهما هما قوام الحضارة الإسلامية، هو احترام قيمة الوقت واحترام قيمة العمل. العمل والوقت هذان أساسان لكل تعمير في الدنيا. الأمة هذه باش نجحت، مش نجحت وقت اللي دخلت الجوامع بقات تصلي. يا أخي احنا وقت اللي بنينا حضارة بنيها بالدعاء، الدعاء ينفع لسلوكنا الفردي. أنا نصلي نصوم نخاف لا نروح إلى الحرف، نخاف لا نروح إلى الوادي فاسد، ندخل جامع قل يا ربي ثبتني على الهداية واجعلني من المستقيمين، معقول؟ لكن بناء الأمة لا يكون بالدعاء بل احنا نحب نولي حضارة، قل يا ربي اجعلنا حضارة رقم 3 في العالم وناخذ بقعة اليابان. اي تويجي اذا كان ما عملناش وما خدمناش وما تأسيناش بمن بذلوه لن يكون لنا موقع تأثير في العالم. الأمة وقت اللي نسات هالمعنى هذا، نعم، نسات قيمة الوقت ونسيت قيمة العمل، أصبحنا نرحي في الماء. خلينا نواصلوا في الحديث هذا، شكرا على ما فاتمونا به، ولكن نعملوا استراحة وهي جزء من البرنامج تعودوا عليه السادة المشاهدين. أنا تعبت تعمل استراحة للمشاهدين، ديما نعملوا مقطع إنشادي باش نمتعوا نشنف مسامعكم بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله تعالى مع المنشد عبد القادر، فليتفضل. فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أمنيات،
قد بعتها لله ثم مضيت في ركب الهدات أما مصيري فهو ما يرضي الإله وما يريد الفوز بالنصر المبين أو الشهادة والخلود أما مصيري فهو ما يرضي الإله وما يريد الفوز بالنصر المبين أو الشهادة والخلود فإذا وجدت على الثراء والعمر محدود الحدود فكن البطولة والهداية أو فيا بئس الوجود أما صديقي فهو قرآن وذكر وابتلاء الله باركه وسار عليه قبل الأنبياء هذا أحيا نفسي وأنعش قلبي وفكرني بشبابي وقت اللي كنت نحاول نشد. ما عنديش الصوت متاعه تبارك الله عليه ما شاء الله لكن كنت نحاول زاد كيف كيف عندكم إن شاء الله العلم اللي نستفيد منه والخبرة والتجربة ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتكم ونعلمكم أننا نحبكم في الله. الله يبارك فيكم. شيخنا كنت حكينا على ربط العمل الآن بقيمة الزمان، حسيتك تركز جدا على ربط متعمد يعني، فكنت وضح لنا ربط الوقت بالعمل في إطار ما نتحدث عنه اليوم. هي عناصر قيام الحضارة ثلاث: إنسان ومادة ووقت، وهذا يستوي فيه كل البشر. هذا رأس المال اللي أعطاهنا ربي وقت اللي هبطنا للدنيا، يستوي فيه اللي من كوريا واللي من جامبيا واللي من رصدار، الكلنا كيف كيف إنسان ومادة حولنا ووقت. تتفاضل الأمم بكيفية إعداد تشكيلة من هذه العناصر الثلاث تنتج من خلالها الثروة وترتفع بمستوى الإنسان. الأمة اللي عندها رأس مال تستوي فيه مع غيرها، ممكن احنا لا نستوي مع غيرنا، غيرنا عنده الفحم واحنا ما عندناش، غيرنا عنده النحاس واحنا ما عندناش، لكن البشرية كلها تستوي في الطاقات اللي اعطاها ربي للإنسان. كل واحد منا عنده عقل وتفكير، قدرة إدراك على الفهم، عنده يدين، عنده رجلين، عنده مخ وعنده وقت. هذوما العنصرين يستوي فيه البشر جميعا. نعم. اللي يحسن التصرف في هذين العنصرين يرتقي، واللي يهدر هذين العنصرين يمشي غبينا في تركينا، ما يراح التحد. هالأمة هذه في وقت اللي جاه الإسلام فجر فيها طاقة وهمة، رفع لها همتها ورفع لها رايتها وقال لهم انتم راكم خلفاء الله في أرضه، وأكل قلال لو الفقراء واللي يعيشوا مع الجمل ويعيشوا مع البقرة راهم يجموا يكونوا خلفاء ربي، وريني اش تعملوا. امكن لهم باش يحصلوا طاقاتهم الذهنيه عن طريق قوله تعالى اقرا التعليم وبالعلم كونوا طاقات ذهنيه لاكتشاف الكون، واعطاهم وقت واعطاهم امر باش يستغلوا الوقت، باش يحسنوا استغلال الوقت. انا ربي حاسبنا على الوقت اللي الانسان يضيعه. هو عباداتنا ما هي وقت. وقت يا اخي، توا الصلاه مش وقت موقوتا كتابا موقوتا، الصيام مش وقت، ما هو شهر محدد يا اخي، انا نجي نصوم في ذي الحجه وحدي. أي. الزكاة ما هو توقيت زاد كيف كيف، حوالين الحول، الحج ما هو ميقات. ثم ربي قال لنا لا تزول قدم احد امام الله تعالى حتى يسأل. من بين الاشياء التي يسأل عنها عن وقته فيما قضاه، الامه هذه هل هي قادره باش تحترم الوقت، تعطي الوقت قيمه؟ احترام الوقت يقتضي مراعاه الظرف. احنا توا كثيرين منا من الباهين توا اللي في تعرضوا، اي اخويا وقتاش باش نتقابلوا باش نقضيوا وقت القضيه؟ قول له ما هو غدوه نتقابلوا، وقتاش؟ بعد العصر. وقتاش بعد العصر؟ بعد العصر.
هي وقت ايه؟ تو 4 ساعات بعد العصر، بين العصر والمغرب 4 ساعات. احنا نخدموا بالاربع ساعات خطا، معناها ليرور عندنا الخطا اللي هو في التقدير نتاع البشر، دائما نبدا نفهمها مارج ديرور. ليرور نتاعنا 4 ساعات. بينما في الغرب المارج ديرور نتاعه نص دقيقة. يجم تخلف عليك نص دقيقة. لكن ما يخليش الدرجة نتاع المنقالة تتعدى للدقيقة اللي بعدها ولا يصبح مخلفا. توا به فضيلة الشيخ اللي ما يخدمش مثال يقول لك أنا العمل هذا ما يليقش بمقام، أنا صاحب شهادة عليا، فكيفاش تنتظر مني باش نخدم موظف عادي في إدارة؟ أنا الأصل فيه يا نكون مدير يا ما نخدمش. وشني علاقة هذايا بأنه يكون فيها إشكال شرعي؟ لا معليه كان يمد يده للناس ويعيش ذليل ياخذ من عند الناس. هو هذا كلام يتقال. هو الإنسان مطالب بأن يوفر لنفسه كفاف حياته وليكون عالة على غيره، لا يكون عالة على غيره. وكيف يكون عالة على غيره؟ قدره يطيح. إذا كان أنا اليوم حامل شهادة عليا، هذا كان لتحقيق مستوى علمي، مش لتحقيق مورد رزق بالضرورة. هو المفروض أن يقع الربط بين الشهادة العلمية ومورد الرزق. إذا لم يوفر المجتمع أو ذلك لأسباب نعرفها، لا علينا في الخوض فيها. أنا ما علي إلا أن أتنازل من عليائي. أنا مطلوب مني باش نكون الثروة وما نكونش عالة على غيري ونكون قادر. والله ربي يفتحها في وجهه ونصلح. نعم. ربي قلت لك يفتحها في وجهه، إذا يستحضر البعد الديني هذا والشرعي ربي يفتحها في وجهه إن شاء الله ويلقى ما خير. يا أخي هو نمالة في وسط جبل في قاع الدنيا، تكون يرزق فيها ما هو ربي الله. إيه لكن هذيك يرزقها وقت اللي تخرج من جحرها لتطلب رزقها، ما رزقهاش وهي قاعدة في دارها. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا، يعني أجوافها فارغة وتروح بطانا. هل معنى هذا متاع التأفف يمنع التعفف؟ سبحان التأفف من العمل ينحي التعفف، لأن العفة تقتضي ألا تمد يدك لغيرك. لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس إلحافا. ما عندوش رغبة باش يمد يده للناس، يجب يكون عفيف. ولذلك احنا في وقت الان قادرين جميعا ان نصنع الثروه. احنا هذا كروب والشركات الكبرى، شركات كبرى في العالم اش كانوا قبل؟ تي كانوا حمال يهز في الفحم، ام كانوا بعد 40 سنه باش يكون مؤسسه من اعظم مؤسسات في الدنيا. نعم. ولو فما واحد يمد سويقاته ويديداته لا تمطر السماء ذهبا ويقعد يستنى توا يجيه الرزق. ولكن مش جيك انت تخدم عند الغير، انت تحب تخدم عند الغير. لا. يخدم روحك. صحيح. فما شيء ملفت انتباه فضيلة الشيخ هو انه للاسف هذه عائلاتنا يعرفوها، اذا تجيب باش يصلح لك سبالة ما يخدملكش خدمة متقونة، مش الكل يعني لا نعمم. اذا باش تجيب واحد بناي في الفطار يخدم ربع ساعة ويعمل راحة بثلاثة سوايع فيها وكل شيء، فما فيها اشكال ديني هذا بغض النظر الان على القوانين الوضعيه؟ هو في اشكال ديني اولا، بالله كان تحكينا على الاتقان في العمل في ارتباط بالدين. رساله للمشاهدين الاعزاء، الان موظف ولا خدام يخدم؟ خلي عاد الموظف سمح لي. موظف وخدام كل من هو ماجور هو مطالب اولا بان يحترم الوقت الذي اجر من اجله. انا موظف نخدم 7 ساعات ونص ولا 8 ساعات في النهار. إذا كان نخدم ساعتين ناكل في 6 سوايع حرام، زقوم ندخل بهم لجهنم. أنا ومرتي ولادي ورجلهم. مالك نعاود نسألك السؤال باش يكون مباشر والإجابة مباشرة. واحد في الإدارة يخلص على 6 ساعات ولا 8 ساعات يخدم فيهم سويعتين وربع، هكا 6 ساعات اللي خذاها فيهم فلوس مش هي الحكم الشرعي فيه؟ وهذا ما هو حرام. ما خدمتهمش 6 سوايع. ما هو حرام. الفلوس حرام. إي فلوس حرام ياخذ فيها. تو البعض منهم حتى بالحيهم وماشيين العمرة والحاج كي تقول له علاش؟ يقول لك أنا نخدم لهم على قد فلوسهم. نخدمون على قد فلوسهم، الخدمه بتاعي تحتاج فلوس ملايين ويعطي فيها 500، ولذلك نحيل الربع. معناها حرام الفلوس هذيك. حرام زقوم. سيدنا صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث وذكر الرجل يطيل السفر، اشعث اغبر يطيل السفر، يقول يا رب يا رب وما كلوا من حرام وغذي من حرام فأنا يستجاب له. سبحان معناها مدعاة انه لا يستجاب للداعي اذا يكون ما اكله حرام. يا اخي اللي ياكل في الحرام يستجيب له ربي، ولا اللي يجي في وسط الخدمه حتى مش يتوضا ويصلي. الوضوء والصلاه يلزم يقوموا في وقتهم، لكن وقت الصلاه ما نخلصولكش انا اخويا. كان جيت على حد الصلاه 3 مرات في الخدمه. لا مش اما القهاوي والدخان. القاعده الشرعيه احنا نقولوا القاعده الشرعيه. القاعده الشرعيه وقت حتى الصلاه اللي هي فرض واللي يلزم تقيمها وعارفك يلزم يحترم وقت الصلاه ويخليك تقيمها. يلزم تنحيها من وقت الخدمه. انا ما مطلوبش نخدم 6 ساعات، صليت 5 دقائق. نخدم 6 ساعات و5 دقائق. نمشي لبيت الراحة، نحي وقت بيت الراحة. الآن البلاد المتقدمة
كيفاش ماذا توا في إدارة من الإدارات تمشي لألمانيا ولا الإسكندنافيا؟ كيفاش يخدم؟ هو الإدارة تبدأ ثمانية، هو ثمانية غير ربع تلقاه قاعد فوق الكرسي متاعه وهي أسباب العمل. لا أحلى حل الكمبيوتر مع التسعة ونص بعد ما يشرب قهوة يبدأ الحداش ونص. لا لا بعد يعلق نص يعلق في ستة وفي ثمانية ونص ويخرج يمشي يقضي قضيته في المرشي سنترال. وقت اللي جيت تسأل عليه قل كاو هنا في اجتماع تو هذا يمشي به تمشي به الأمة. تصور لي احنا في تونس عندنا مليون خدام فقط اللي هو مش صحيح، عندنا ملايين، احسب اللي هو مليون، تصور وأن كل خدام يحفتر سويعتين في النهار مشكلة. عندنا زوز ملايين ساعة تخلف كل يوم. أي وحرام مش حرام بركة، تجم تولي كيما ألمانيا كيما تشيكوسلوفاكيا حتى أوغادوغو تولي خير منك، لأنه هما يخدموا خير منا، هما يخدموا وإحنا منجوش زوز ملايين وإحنا نجنخوا على جنب. ومن بعد يقول لك نحب نرتاح، هذا خاطر جنبه اليمين تعب يرتاح على جنب اللي صار. لكن رقاد في رقاد، راهو هذايا مشكل، راهو هذايا فهم فهم لكينونة الأمة. الأمة تحب هذه ترتفع ولا؟ الألمان خرجوا من الحرب العالمية الثانية بالعمل 73% من ألمانيا كانت محطمة تماما شركات وديار. وانتم ما تعرفوا الآن اللي يمشي لألمانيا يلقى في مدخل كل مدينة كيف جبل، هذاك حطوا تحت منه الحصالة متاع الديار الطايحة وحطوا فوق منهم عشب باش اللي داخل البلاد يتفكر هل بني هالجبل هذا راهو التحطيم متاع ألمانيا في الحرب. 73% محطمة. صحيح. كيفاش نجحت ألمانيا؟ عنده بعشر ساعات خدمة، تطوع كل عامل باش يخدم ساعتين، تطوع من تلقى نفسه باش يخدم ساعتين زايدين اللي فايت المجهود العام. ألمانيا عام 45 محطمة 73%، عام 54 في عهد أديناور كونت السوق الأوروبية المشتركة مع إيطاليا وفرنسا، أصبحت أكبر قوة في أوروبا بعد 9 سنين. والله لو نتبعوا كلام سيدي النبي صلى الله عليه وسلم لنكون أرقى الأمم ونعملوا أكثر من الألمان وأكثر من اليابانيين. أما شنو رأيك فضيلة الشيخ كنسمع جمهورنا العزيز فماش يكون عنده سؤال فليتفضل بعد إذن. السلام عليكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم. السلام سيدي. أنت قلت العمل عبادة، وفي وقتنا معناها حاليا فما برشا عبيد مكملين قرايتهم يعني عندهم دبلومات وميتريزا وكل شيء ما لقاوش خدم، يعني هل يعتبر هذا معناه تعدي على حقوقهم الإنسانية؟ شكرا. يقينا هذا أولا إشكال اجتماعي وإشكال سياسي، وأنا أتألم شديد الألم أنه شبابنا وأبنائنا يرتقيوا إلى مراقي العلم ولقاوش مشغل يشغلهم. علاش؟ أنه فترة من فترات ما كناش نربطوا ما بين سوق الشغل وما بين المؤسسة التي تهيئ الناس لأخذ موقعهم في العمل. هذا إشكال قائم ويحتاج إلى حل سياسي وحل اجتماعي، والمجتمع التونسي مطالب بأن يجد له حلا. لكن هذا لا ينفي أن الذي لا يجد مكانا مهيئا أن يسعى إلى اكتساب موقع يغير واقعه، موقع من تلقى نفسه، لأنه باش يبقى يدمع ويبكي تحت الحيط حتى ما باش يغير الواقع. فمن الناس اللي وصلت لـ40 اليوم واش 40 واللي متزوج وعنده أولاد ويعيش في خصاصة، أنا أقول هذوما معذورين. المجتمع يلزم يمد لهم يده، يلزم تكون صندوق لمساعدة هؤلاء على تجاوز هالعقبة اللي عاشوا فيها. لكن هذا ما ينفيش أننا جميعا مطالبون حتى كأفراد متخرجين من جامعات وكليات، ما ينفيش باش يكون عندنا القدرة على تجاوز هذه الإشكالية. وأنا في التصور اللي حاب نقول بين قوسين، أي نعم، احنا فترة من فترات ما ربطناش بين الجامعة ومؤسسات المجتمع. ثم ثلاثة مؤسسات لابد أن ترتبط فيما بينها. الجامعة بعدها هي يجب أن يوجد مجال للبحث العلمي، مؤسسات البحث العلمي اللي هي مش موجودة في مجتمعنا. لأن اللي يتخرجك بشهادة هو باش ياخذ نفس المستوى اللي موجود عند الناس كل. شنو اللي يميزه باش هو يخدم في السوق؟ اللي يميزه هو إبداعه، ولذلك لازم نعطيوه إمكانية باش يبحث علميا ويكون هالسوق نتاع البحث العلمي هذا ممول من المؤسسات الاقتصادية التي ستنتفع بعد ذلك بهؤلاء المبدعين. ثلاثة مؤسسات لازم أن تجتمع وترتبط وتكون سياستها سياسة واحدة: جامعة، نعم،
مؤسسات بحث علمي ثم مؤسسات اقتصادية واجتماعية تخدم الخريجين. نعم. إذا كان نوصل في سياستنا التربوية إلى أن نجعل هذه الثلاثة متلازمة فيما بينها نحل الإشكال. بالنسبة اللي قائم إشكالهم اليوم يلزم المجتمع يمد لهم يد المساعدة، لكن هما ما يقعدوش يديهم مسكرة على خاطر انت في بحر ولي طول. الامر والناس كل تتضاف وولي الامر كذلك هو مش ولي الامر، هو الناس كل لازم مجتمع كامل. نعم. لكن هو ما يقعدش يديه مكتفه يقول والله هاو كتفولي يديا وهو قاعد في وسط بحر وما يغرق. هو شرعا يجب ان ينجز كذلك، هو واجب عليه زاد كيف يتجاوز امره. وانا نعرف كثير من الناس اللي حتى في ايام الشده والكرب وقت اللي كان الناس عندهم شهاده وممنوعين باش يخدموا على خاطر انتماء سياسي ولا متابعه، شنو بهم هذاك ماتوا بالشر، ما هم شاو عملوا خدم. نعم. أما في ديارهم ولا في مؤسسات صغيرة. نعم. ربي يفتح عليهم وربي عمره ولا منع إنسان من رزقه إذا كان يسعى له. الحمد لله. وإحنا شفنا واجب المجتمع واجب ولي الأمر أن يعاون أصحاب الشهادة العليا والناس بصفة عامة اللي تحب تخدم، لأنه العمل هي قيمة دينية ثابتة. باهي أنا خدمت وخدم فرانكو أصحاب وحاسب البطالة كيفاش يقولوا، أخدم قفصي وحاسب البطال، هذيك هي هما وكي ما يخلصنيش في عرق، والقانون به يضمن هذه هذي. ولكن في الآخرة فما متابعة من طرف الله عز وجل للي ما خلص فلوس الناس. أها يا أخي هو التدين في المفهوم الإسلامي هو واجبات وحقوق. التدين هو واجبات وحقوق يقينا، والواجبات هذه تنقسم إلى قسمين، واجبات حيال الله تعالى فيها حق الله، وواجبات حيال الناس فيها حق الناس. وجانا التدين قال لنا ممكن تخطأ في حق ربي تلتمس له العفو، ممكن يعفو عليك ويغفر لك ويسامحك، لا إشكال، لأن التوبة بالنسبة لحقوق الله تعالى تستوجب منا الندم على ما فات والعزم على الإصلاح مستقبلا. لكن المصيبة في حقوق الناس، حقوق الناس ربي ما يغفر لك فيها إلا إذا أبرأوك أبرأوا ذمتك من الحقوق التي استوليت عليها. فهمين أبرأوها هذي ما لنا نخدم إنسان ونأكل رزقه ولا يتعدى إنسان ونسبه ونشتمه ولا واحد في مغيبه نتكلم عليه ونكله لحمه وهو حي، وإلا إنسان خلى عندي أمانة ما فماش شهود يجي يطلب الأمانة متاعه نقول له برا جيب بينة وشهود، يمشي قدام الحاكم يقول له سيدي ما عنده شهود يا أخي هذا ما مشكلة هذه، أي قل له برا جيب حلفه، نمشي أنا نحلف باليمين ندخل الجامعة نحط يدي على مصحف ونحلف باليمين اللي ما أعطانيش، وإلا نمشي جيم بجوز من القهوة قاعدين نقولوا اش تخدموا انتوما، يقول والله نشموا في النسمة، آية تجي معايا وتاخو 20 دينار اش تعمل باش تشهد شهادة شنية، أو كاك الراجل اللي غادي كان لابس دنقري أزرق راهو هذاك غدوة باش نتقابل أنا في المحكمة، اغزلوش مليح تعدى قدامه ومشي وجي، ووقت اللي يجي قدامك في المحكمة ويعاد لك الرئيس قول له أنا شفته الراجل هذا ما نعرفش اسمه هذا يا شفته واقف يتكلم على السيد هذا اللي جابنا وقال له يرحم والديك اللي أعطيتني حقوقي ونجي نعطيهم 20 دينار شهادة زور، ما هذا بكله يوم القيامة يتبشمط ويتحرق في جهنم ويبدأ يتشقلب فضلا عن كونه في الدنيا يطلع. ولذلك احنا عنا حقوق الناس أصعب في طلب العفو فيها من حقوق الله تعالى، لأن أنا أخطأت فما دي فما شيء ديني ربي أمرني به ما قمتش به أو شيء نهاني عليه عملته، هذا يرجع إلى ضميري ووقفتي ما بين ربي وهو يعلم حالي. أما نجي نفك لك حقك ونحي لك الحقوق متاعك ونتعدى عليك لأن الظرف اسمح لي باش نتعدى عليك، هي معظم المعاملات لا تتم أمام الناس، معظم المعاملات لا تتم أمام الناس. يا أخي أنا توكي ساعات نجي أتملك في حاجة أقول لك برمشي البلدية وصحالي في ورقة، أنا خايف لمرتي تجيب نسيبي يدخل الدار ويهز لي رزقي، نجي نخبي عند جاري نقول له بالله عندي الفنيق نتاع الذهب ولا فضه بالله خبي عندك خايف لنسيبي يجي في الليل ويدور على الملمه واللي ثم يدور على الملمه واللي ثم. بعد ما تعدى جمعه وجمعتين نرجع لجاري نقول له كلمينا قول لي انا هي مو لباس شنو هي الصندوق اللي اعطيته لك في ال11 بتاع الليل، لا انا عمري ريتك خويا انا نعرفك من بعيد لبعيد صندوق تسكن بحذانا، ونمشي ننزل قدام محكمه ويحلف. معاملات الناس معظمها لا يحصل أمام العموم. نعم. حاجة ثانية نحب ننبه عليها اليوم خاطر أنا خدمتي تفرض عليها باش نلاصق الناس في الأمور هذه، ساعات واحد يجي يتعامل معاملة مع شخص يدخل بعشرة ملايين وخمستاش مليون ويبني ويشيد ويبني ويعملوا تجارة لغير ذلك، بعد يجي بعد عشر سنين خمستاش سنة يقول ما أعطانيش حقي الأخر ينكروا في حقه، نقول أنت عندك ورقة قولي خدمنا بالثقة
نعم بابا خويا شو خدمنا بثقة؟ شو معنى خدمنا بثقة؟ شو معنى خدمنا بثقة؟ هي ثقة لا تتعزز إلا بالكتابة. حتى الله عز وجل يقول في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينا إلى أجل مسمن فاكتبوا. وهي أطول آية في القرآن سبحان سورة البقرة. الثقة مش أن لا تشهد، الثقة أن تشهد، هي قلب الثقة، هذيك قلب الثقة. فما الآن جزء كبير من النزاعات المشهورة قدام المحاكم وكلني وناكل كل يوصل حتى للخنق، الثقة المزيفة هذه هي الثقة اللي تحدثوا عليها واللي مش موجودة. الريش ما فماش ثقة، خاطر مرتي تجم تدور عليها. الله يقدر مسكينة ما درتش علي، أولادي ممكن يدوروا عليها ولا ندور عليهم. ولذلك واجب علينا نعطيه للناس حقوقهم. نعم. الخدام يجب أن يعطى حقه قبل أن يجف عرقه. الشريك يجب أن يعطى حقه. شيخنا هاو يقولوا ما خدمش بالقداء، ولا يقول لك احنا متفقين، انا جبت مرأة تنظف الدار، ولا جبت بنيه باش يطلع لي فرذوي، وقلت له نخلصك مثال مبلغ معين وهو وافق، قلت له نعطيك 10 دينارات في النهار، وهذا بخس في غبن في الاتفاق هذا. كيفاش ينظموا الاسلام هذا؟ هو ما يستوجبه ذلك الجهد الذي قام به. هو يستحق 30 وانا قلت 20 وهو قبل. هذاك غمط حقوق الناس واعتداء عليهم، ولا تبخسوا الناس اشياء. حتى كان هو موافق، هذاك مش موافق بارادته، لانه توفي هيك توضح لنا انتشرت الظاهره هذه. شوف. انه يجيب يخدم اللي تزرق للي تغيب وما يعطيهوش اجر، ويستغل ظرف اجتماعي ما لذلك البناي ولا لذلك اللي صلح السبابل، ولا المراه مسكينه الزواليه ومصغيرات اللي تنظف وما يعطيهاش حقها. ملي تزرق للي تغيب تعطيها 10 دينارات او 5 دينارات. كان رساله منكم فضيله الشيخ لهال هذا يستحق اجره المثل. احنا في الشرع عندنا اجره المثل، من عمل عملا فهو يستحق أجرة المثل إذا لم يحصل الاتفاق. وإذا حصل الاتفاق دون أجرة المثل لظرف إكراهي فأن هذا الاتفاق باطل ويستحق باقي أجرته، يجب أن خلص أجرته كاملة. هوك ورد في حديث الثلاثة متاع الغار هي. اللي متعدين تحت عليهم صخرة، تحت عليهم صخرة، هم خايفين من الشتاء، تحت عليهم صخرة، سكت لهم باب الغار، ندبوهم وحاولوا باش يدزوا الصخرة ويروش. وإذا بها واحد كل واحد منهم قال له تفكر عمل صالح. واحد منهم قال ماني انا استاجرت اجيرا واتفقت انا على اجره، وقت اللي جاء ماشي ما حبش ياخذ الاجره نتاعو. يا ودي خذ اجرتك، ما حبش ياخذ، قال خليتها له، وكل الفلوس هذيك شريت له بها نقولوا احنا معزه ولا شو. بدات تتكاثر ما شاء الله، وحلبت الحليب وبعت الحليب وشريت بقره وشريت قطوس وغير ذلك، شريت له مجموعه حيوانات. وليت املاك الراجل ذاك، ضربته الايام، قال انا ما خدمت جمعه عند عم صالح تو نحتاج الفلوس، يعني ضربتني الايام. رجع له قالوا اعطيني متاعي، قالوا انت شكون؟ قالوا خدمت عندك قبل 20 سنة. قالوا وليدي تفضل، شفتك السرعوفة متاع الغنم. سرعوفة؟ سرعوفة يعني قطيع. قالوا احنا سرعوفة قطيع متاع غنم. قالوا هزوا، قالوا تسخر مني تضحك مني؟ قالوا لا ولدي، هو ذاك حقك خبيته لك واستثمرته لك واعطيتك اياه. قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك لوجه الكريم ففرج عنا هذه الكربة. لكن الكلام هذا شكون يعيش ولدي؟ فهمني الكلام هذا للي عنده حس إيماني، أما اللي ما عندهش حس إيماني تنتي تقف قدامه وصبح للي تقول له حرام ما يفهمش شيء. هذا كتعرف باش نكلموه لطف. نكلموه بأن كما تدين تدان. والله اللي يأكل فرنك هوني في الدنيا إلا ما يخرجوا دنانير هوني في الدنيا ويندم عليه هوني إلا ما يهبطهم فلالس. وقالوا ليأكل عظم القاضي يهبطهم فلالس، هو يهبطهم سرادك يعوشوا. إياك ثم إياك تعجبك قوتك وجمالك وطاقتك وبنيتك ووضعك الاجتماعي، لن يدوم ادنى عور الدور. دايم وجه ربي. اذا كانك تعتقد ان عور الدور تعطي حق الناس اليوم، غدو حتى كتطيح بيا وذن القفه حتى حد ما يشمت فيا. نعم. اما اللي كليت له عرقه يقول ياه. اي علاش؟ خاطر هذاك كلا عرق الناس وكان بيطيحها فيه. ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ المسلمين جميعا من الوقوع في هذا الذنب العظيم، لانه انا على ما اعلم والله ورسوله اعلم انه حتى الشهيد تغفر له ذنوبه جميعها الا دين مثال او حق غيره. شنو رايك فضيله الشيخ لو نمروا للانشاد مش استراحه ما اثراء للحص مع المرشد عبد القادر مع حبيبي فليت تفضل. فقه الحياه، فقه الحياه، فقه الحياة، فقه الحياة. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع
كل الهمم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقلد الله الشهادة أستلم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء يا عبائق النسم اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم. فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة. أتينا إلى نهاية الحصة، فلو تتفضل بأن تعطينا كلمة الختام فيما يتعلق بموضوع حصة اليوم اللي هو الجد والعمل كقيمة إسلامية ثابتة وبوجوب إعطاء حقوق الناس قبل أن يجف عرقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما زلت ترامي الأربعة وقاعد ماشي ببالي، ما زال الوقت يمكن مقالتكم تجري أكثر من الناس. مرحبا بك. أكل حال هذا آنسني، لا نمل من سماعكم. هذا المجلس آنسني والذي أدخل السرور على قلبي هذا الجمع من الشباب. أنا من فئة تعدى وقتها وزمانها، احنا كبرنا وشبنا يعني بيضة، لكن أنا نقول أولادي وبناتي قدامهم مسؤولية البلاد تونس أمانة في عناقكم. اللي يتحق لكم اليوم ما تحقناش احنا قبل، احنا كنا مكبلين الأيدي والأرجل، عقولنا معطلة وسعينا معطل وغيرنا لاصق فينا قاعد يمص فينا كالبقة اللي تنحينا في دمنا. اليوم هل معنى هذا تنحى؟ انتم قادرين الان باش تفكروا في مستقبل تونس؟ حطوا في بالكم ان هذا البلد ما ينهض به الا اولاده، جهد داخلي من ابنائه وبناته هو اللي يمكن يحقق للبلاد هذه الاكتفاء ويحقق البلاد هذه استقلالها في مسالتين اثنتين، استقلالها في قرارها الاقتصادي واستقلالها في قرارها السياسي. وانا في تصور الاسلام بقيمه العميقه الانسانيه قادر على ان يحقق الزحف نحو تحقيق الاقتصاد، الاستقلال الاقتصادي والاستقلال السياسي. ولذلك نقول لأولادي، صحيح احنا نتحدث عن التدين، التدين بالنسبة لنا زوز ساقين، ساق للآخرة وساق للدنيا، وعمل دؤوب في الدنيا لإصلاح وضعنا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هذه قواعد التغيير، ولذلك أرجو من أبنائي أن يكونوا على مستوى الآمال المعلقة بهم. أسأل الله العلي القدير أن يجعل ما فتمون به في ميزان حسناتكم وكل خير وبركة، ونفعنا الله بعلمك. وفي إطار الحديث على العمل، فما جنود خفاء عنا يعملون معنا في هذه الحصة من مصورين وإخراج، واللي توشوش لي في التليفون هنا في الأذن ذاية، فأتمنى لهم كذلك جميعا الله عز وجل يجزيهم كل الخير باعتبار نيتنا جميعا إن شاء الله ننجحوا العمل ذاية، وإن شاء الله نكون وفقنا في برنامج شوق الحياة. وجدد شكري لكم فضيلة الشيخ عبد الفتاح مورو. فما حود ما ريتهمش ورايا يخدموا في قاعة الإخراج والمصورين اللي تقريبا يصلون الليلة بالنهار من أجل نجاح الحصة ذي، لنوجه لهم شخصيا كمقدم وعد البرنامج ذي كل التحية والحب والإخلاص لهم جميعا. مشاهدين الكرام، لم يبقى لي إلا أن أشكركم ذلك على حسن المتابعة والانتباه، ونتمنى لكم بطبيعة كل يوم قبيل الإفطار شاي طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل حياة في كل حياة كل حياة في كل حياة نور الوجود في عيوني في عيوني. في كل حياة في كل حياة كل حياة في كل حياة ينير دربي.